السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے سورۃ البقرہ رکو نمبر 6 آیت نمبر 50 and 51. تو چلیے شروع کرتے ہیں، تو آپ کی نیت سے آپ بھی شامل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
عباده وأنتم ظالمون من بعده وأنتم ظالمون.